بعد اقتلاعه وقصه ينقل إلى بلدة لاسا في الوادي الواقع أسفل الجبل في انتظار شحنه إلى أبوظبي. ولا يقتصر الأمر على الكتل الرخامية الضخمة، فالشرائح الرخامية الدقيقة جزء لا يتجزأ في بناء مسجد الشيخ زايد، حيث تؤلف مئات آلاف الشرائح الرخامية رسومات الورود التي تزين جدران قاعة المصلين الرئيسية، وكلها منحوتة يدوياً في إيطاليا. قام فريق ثان من الفنانين الإيطاليين بتجميع القطع بالاستعانة بالتصاميم الورقية، بحيث تتطابق بدقة مع رسومات الورود التي صممها لورينزو كارمليني وروكو ماغنولي. وقد نحتت قطع الفسيفساء بالطريقة نفسها التي كانت متبعة قبل 4 قرون، وهي مصممة لتدوم قروناً. هنا تبدأ عملية صنع الفسيفساء، وهنا تنتهي على بعد حوالي 4700 كيلومتر في أبوظبي. أردنا إضفاء لمسات عصرية على البناء، لكن بالطبع كان لابد أن تتجلى فيها أساليب الزخرفة التقليدية والتشطيبات وما إلى ذلك. إنها نسخة حديثة من الطريقة القديمة لزخرفة الجدران. لقد كان الرخام والفسيفساء والزجاج من المواد التي استعملت دائما في هذا النوع من المباني. يعمل عشرات الفنانين في ورشات أقيمت في الموقع، حيث ينحتون حجارة شبه كريمة لترصيعها في الكتل الرخامية. يتم عمل أدق التفاصيل باليد وتصميمها لتتطابق بالقياسات المناسبة. لا تستخدم التصاميم الحاسوبية ولا التجميع الآلي، علماً أن الجودة لا السرعة هي العامل الرئيسي. يتم صقل القطع الرخامية المرصعة وتجهيزها لتزين 1096 عموداً تؤلف الرواق المقنطرة المحيطة بالمنطقة المركزية، ويبلغ إجمالي الألواح المطلوبة أكثر من 20,000 لوحة. كما أن المنطقة المركزية في المسجد والبالغ مساحتها 17,400 متراً مربعاً سترصف أيضاً بالرخام، ولن يكون رخاماً أبيض فارغاً، فيجب اتباع مبدأ رسم الورود على الأرضية أيضاً. لكن فكرة التصميم الأولى بتغطية الأرضية بأكملها تغيرت إلى فكرة أكثر براعة، وتجلت عندما تم رصف السطح وشارف على الاكتمال. حرص القائمون على البناء ألا يكون مسجد الزهور صورة للبذخ والتباهي، لذلك يتم إزاحة زخارف الورود لتكون إطاراً للمساحة المركزية المرصوفة بالرخام الأبيض النقي. يتم إزالة شبكة السقالات الضخمة في قاعة المصلين الرئيسية، ويكشف أخيراً عن التصميم الداخلي للقبة الرئيسية مزخرفة وفي انتظار وصول أكبر ثريا في العالم. توماس فاوستينغ هو المسؤول عن تركيب الثريا التي يتم تصنيعها وتجميعها في مصنع ميونخ في جنوب ألمانيا، لكن المهندسين والمصممين لا يعملون على ثريا مركزية واحدة فقط. إنها كبيرة جداً، يبلغ قطرها 10 أمتار وارتفاعها 15 متراً. هذا يعادل ارتفاع مبنى من 5 أو 6 أدوار. لدينا ثريتان ثانويتان يبلغ قطر الواحدة منهما 8 أمتار وارتفاعها 8 أمتار، بالإضافة إلى 4 ثريات أصغر لكن ليست صغيرة بالمعنى الصحيح، فقطرها يبلغ 4.5 أمتار، لكنها صغيرة مقارنة بالبقية، وبهذا يكون المجموع 7 ثريات، 7 ثريات لقباب المسجد 7. زودت الثريا الرئيسية بسلم داخلي يتيح للفنيين دخولها لتفقد نظام الإضاءة بتقنية الصمام الثنائي المشع. اختير نظام الإضاءة هذا لطول عمره، مما يبقي أعمال الصيانة عند الحد الأدنى. تزن الثريا الرئيسية 12 طناً، وهي مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ والصفائح النحاسية المطلية بالذهب، والبلورات المستخدمة فريدة من نوعها لأنها مثبتة على ألواح زجاجية، وهذه أيضاً تقنية جديدة لم تستخدم في مثل هذا العمل من قبل. كلفت شركة شواروفسكي النمساوية بتزويد المشروع بالكريستال المطلوب،
لا تسألني عن عدد الكريستالات المستخدمة لأني لا أعرف، لكني أستطيع سؤال أصدقائي في سواروفسكي، يعرفون عددها لأنهم سيرسلون إلي الفواتير. سترسل سواروفسكي لتوماس فواتير 40 مليون قطعة كريستال. الثريات مصنوعة من أفضل المواد المتوفرة غير القابلة للتأكسد، كلها من الفولاذ غير القابل للصدا والنحاس المطلي بالذهب. ستدوم لألف أو 2000 أو 3000 سنة قادمة أو أكثر، لأنها لن تتلف. هذه الثرية ستدخل كتاب جينيس للأرقام القياسية. وتحت أكبر ثريا في العالم ستغطى الأرضية بأكبر سجادة في العالم، وتحاك في الجانب الآخر من الخليج العربي في إيران، وصممها الفنان الإيراني علي خالقي. تبلغ مساحة السجادة حوالي 5700 متر مربع، وقد تمت حياكتها يدوياً في إيران بأيدي نساء فقط، حيث عملت 1200 امرأة في 3 ورديات لإنهاء السجادة، والتي تتألف من 9 قطع. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. تتكون السجادة كلها من حوالي 2.5 مليار غرزة وربما أكثر، ويصل حجمها حوالي 5700 متر مربع، ووزنها 47 طنا، منها 12 طنا من القطن والباقي من الصوف. ستستغرق حياكتها 2 سنوات. سيتم شحن القطع 9 إلى جامع الشيخ زايد الكبير، حيث ستخضع لعملية أخرى. يجب حياكة قطع السجادة ببعضها عند فردها في قاعة المصلين الرئيسية، وهذا سيعطي الانطباع بأن قطعة واحدة تغطي المساحة كلها. وقد جيء بالحرفيين الإيرانيين لتنفيذ هذه المهمة. سيعمل من 50 إلى 60 حرفياً طوال 4 أشهر. ستكون فريدة من نوعها. ستكون هذه أكبر سجادة في العالم. يضم جامع الشيخ زايد أكبر سجادة في العالم وأكبر ثريا في العالم، لكنه يحتاج إلى أيقونة إسلامية تنطبع صورتها في قلوب وأذهان الزائرين. أكمل الإيطاليون مساهمتهم بتقديم تصميم مبتكر لأهم أجزاء المسجد، جدار القبلة الذي نقشت عليه أسماء الله الحسنى 99. ولتحقيق الفكرة الفريدة التي يقوم عليها البناء يحتاج لورينزو كارمليني نوعاً خاصاً من الرخام، وهذا الرخام لا يتوفر إلا في مكان واحد. اشتهرت بياترا سانتا الواقعة على ساحل إيطاليا الغربي بالرخام منذ العصور القديمة، بلدة خلابة ذات شعبية كبيرة لدى السياح والعديد من النحاتين المعاصرين الذين اتخذوها موطناً. وما زالت البلدة تذكر وتوقر أشهر أبنائها في العصور الماضية، النحات الأسطوري مايكل أنجلو. وقد اكتسبت البلدة شهرتها لقربها الشديد من أقدم مصادر الرخام الأبيض وأنقاها في العالم، هنا في الجبال على بعد أقل من 15 دقيقة بالسيارة. من هذا المحجر الواسع للرخام الأبيض كان مايكل أنجلو يختار مواده الخام، محجر زود معظم الرخام الذي زين روما القديمة في أوج عظمتها، والمحجر ذاته الذي يزود اليوم الرخام لجامع الشيخ زايد الكبير. يتم تجميع جدار القبلة من رخام بيانكو بي المحلي الأبيض الذي اختير من هذه المنطقة القريبة، لأن لونه مختلف قليلاً عن الرخام المستخدم في قاعة المصلين الرئيسية المستخرج من لاسا. والنية هي جعل جدار القبلة بارزاً بين باقي أجزاء القاعة، والفرق بين رخام لاسا ورخام بياترا سانتا سيحقق هذا. فرخام لاسا ناصع البياض، بينما يتميز رخام بياترا سانتا بلونه الحليبي.